طيب أستاذ محمد، كيف جمعت بين الخجل والمشاكسة بها الشخصية هذه؟ أنا أقول لك شيء، أنا قلت لك كنت حارق جداً وكيح وكذا. أول ما دخلت بالمدرسة صرت خجول فعلاً، ظليت أخجل بالابتدائية. بالابتدائية بس أيضاً مرات بالفرصة لا أرجع لمحمد الوكيح الكذا. والحقيقة موضوع الخجل رافقني كثير حتى وأنا بديت بالفن أشتغل، لكن تعرفين الفن صعب، طريقة صعب وكذا، فمرات أنه لا تتغلب على الأشياء اللي تقول لا، لأنه كثير من الفرص راحت، كثير من الأشياء راحت، كثير من فلا، أنه موضوع الخجل أنت تتحكم تسيطر عليه فسيطرنا عليه الحمد لله. طيب يعني موضوع السينما أرجع مرة ثانية، كنت أنت مواظب؟ طبعاً أنه ترتاد السينما بيوم محدد. شوفي أنا باللاوعي كنت أحب الفن باللاوعي أو بالفطرة. وأنا قلت لك أنا والله كنت طفل رهيب، لأن أتخذ قرارات وأتخذ أشياء. كانت سينما الرافدين يمنا، أمشي لها مسافة نص ساعة، فكان الفيلم يتبدل يوم، يخلون نسخة جديدة يعني فيلم جديد يوم الاثنين العصر، عرض الفيلم الجديد العصر، فأنا أروح الاثنين العصر بالأربعة أدخل الفيلم، حافظ المواعيد حافظهم زي. وأروح الجمعة على دور العشرة أو على دور الاثنعش أشوف نفس الفيلم، أعيد الفيلم أشوفه أستمتع به. فدي يوم فيلم رحت بالأربعة ما قدرت، ازدحام وأنا يعني طفل ما أقدر أدافع أو يجي، ظليت للساعة ب11 أو فيلم العشرة أو هيك شيء بالليل يم السينما إلى أن دخلت. فصار قلق البيت، وين فقالوا أكيد يمكن كنت صف أول ابتدائي، قالوا أكيد بالسينما، يعرفون المكان يعني أخويا باسم بدون ما يعرفون، يعني الله يعطي الصحة والعافية. فيدور علي ولقاني قاعد أشوفه وصدني وأخذك وطلعني بس ظليت مستمر. وثاني يوم اجيت العصر شفت الفيلم، ثاني يوم اجيت إعادة اجيت العصر شفت الفيلم. طيب هاي واحدة من الأسباب اللي خلتك أنت تزيد تمسكك بهالمهنة هذه، حبيت تكون فنان؟ أحب الفن، أحب التمثيل جدا، يعني أنا راسي كله تمثيل وأفخر يعني مهنة نبيلة التمثيل جدا، على الرغم أنه أنا مثلا ابني هاشم أقول له لا أصير ممثل، لأنه متاعبها هواي، لكنه هي مهنة تفتح آفاق كثير، تخليك قريب من الناس، يعني تعرفين، فأحب مهنتي، تحمل رسالة إذا توظفت طبعا صح. رسالة، مهنة التمثيل تبني أجيال وتهدم أجيال، مهنة أنبل مهنة يعني بالكون، مع احترام مهنة الطبيب، العمالة، كلهم يقدمون، بس الفنان يمكن يحوي كل هذه الأشياء. أنت يوم تكون دكتور، يوم تكون مهندس، يوم تكون شخصية سلبية، يصور لك فكرة، ينقل لك واقع. طبعاً طبعاً طبعاً، فكرة لها علاقة بالمشاعر، لها علاقة بالفكر، لها علاقة فمهنة صعبة جداً، وحقيقة أنا منتمي لها بكل شيء، منتمي لمهنتي. طيب نرجع شوية للعائلة، زين علاقتك شلونها بالإخوان؟ علاقتنا رائعة جدا، يعني علاقتنا طيبة، عمرنا مثل ما صار خلاف بيناتنا، عمرنا ما أكو احترام، وأكو حتى مستحى وخجل بيناتنا، يعني من الأخ الكبير من الصغير للكبير، وأكو حنية بيناتنا، وهذا كله سبب كانت والدتي الله يرحمها علمتنا على القناعة، فدائما نقول من عافاك أغناك، خلت عندنا هذا الغنى بالنفس وشي، وشاهدت فترة الحصار مثلا تعرفين ماكو وصار صح. الخبز فتجيب أشياء كلش بسيطة وهي يمكن يعني حتى صعبة تأكليها، فتأكلها قدامنا ده تقنعكم وتقول الله شقد طيبة شقد